وزير سياحة النظام الموقر صرح تصريح نشرته كل وسائل إعلام النظام، ما في إلا أيام إلا وينمسح الخبر من أكثر من موقع، لأنه الموالين عملوا من الوزير علكة وعلكوها على الفيسبوك. والحق معهم، لأنه الأفندي قال شو؟ أنه دخل سوريا بالعام 2017 سياح من 77 جنسية من حول العالم، ونزوا بفنادق سوريا حوالي 1.3 مليون من الأجانب، واستلموها الموالين منهم محمد. شوفوا شو قال. 77 جنسية يعادل نصف دول العالم تقريبا إذا استبعدنا الجزر التي صوتت لصالح قرار ترامب، فتصور يا رعاك الله. أعتقد أن إسبانيا في أوج الموسم السياحي لديها لا يدخلها هذا العدد من الجنسيات، لكن بيانات وزارة السياحة وإحصائياتها ما زالت تعمل على مبدأ اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك. أما مراد كتب بسخرية: نص الألف ليرة سورية دولار، ونص البلد صارت بأوروبا، ونص الشعب مات، ونص النسوان صاروا أرامل، ونص البنات صاروا عوانس، ونص الراتب صار أجار بيت، ونص الناس بلا بيوت، ونص البيوت فيها مشاكل، ونص المشاكل بلا حلول، ونص الحلول بإيد المسؤولين، ونص المسؤولين بلا ضمير، ونص النص مفقود. وبالآخر وزارة السياحة بتتحدث عن 77 جنسية. بينما أحمد ضحك: شوفوا لها المسخرة، إذا ابن البلد عم تفوش منها أيام 2009 وقبل ما شفنا هالرقم لنشوفه بالحرب. نفسي شوف منظر الفرنسي مثلا على الحاجز والعسكري يقله وين تأجيلها كلها ويشحطه على الخدمة. بينما نوار كان عنده تفسير من نوع تاني: لا بالمليون و77 ألف جنسية. قاله كيف عرفت هكالشي؟ قاله من كبرها. تحية لوزارة سياحة الفضاء والمجرات الكونية.